مشاهد رائعة تسبق هذه المباراة، كل مستعد بانتظار ضربة البداية في مواجهة الفريقين. نعدكم بتغطية تليق بقيمة هذه المواجهة، انتظرونا، سنكون معكم في الموعد. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وسط هذه الأجواء المثالية لممارسة كرة القدم، وكل شيء جاهز لهذا اللقاء. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن دوري المحترفين السعودي. نتمنى بأن تفي هذه المباراة بكل التوقعات والآمال. ننتظر حقيقة مع حضراتكم مشاهدة مباراة كبيرة ومتعة حقيقية من الفريقين. نشاهد أمام حضراتكم تشكيلة أصحاب الأرض، ويعتمدون اليوم على خطة 4-4-2 التقليدية. الآن نستعرض تشكيلة الفريق الضيف. الفريق راح يعتمد على طريقة 4-5-1 الهجومية في هذه المباراة. يبدأ الشوط الأول من المباراة بركلة البداية من جانب ضمك. الآن فرصة حقيقية للتسجيل. يونغ، هذه هي فرصة هدف. الكرة في المرمى. هدف افتتاح لم يتأخر لمباراة قد تشهد الكثير. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة، استغلال رائع للفرصة. لا مجال للتهاون في مثل هذه المواقف، انفراد كامل موجود ومثل هذه الفرص لا يمكن إهدارها. هدف جميل هنا. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. أمام المساحة على الطرف، يستغلها في التقدم. تدخل ناجح مشاهدينا لاستعادة الكرة. فرصة خطيرة في هذه اللحظات، افتكاك ممتاز للكرة. اوهو، تدخل في مكان يستحق عليه بطاقة صراحة. كرت اصفر مبكر مشاهدينا، سيكون مردودة على اللاعبين وليس فقط على هذا اللاعب، وبالتالي الان حكم المباراة يريد ان يتعامل مع هذه المباراة. كرة ثابتة في مكان خطير على المرمى. كرة
كرة ثابتة تنفذ بشكل خاطئ. شوف اللقطة الماضية لم تستغل بالشكل المطلوب، لم تشكل أي خطورة تذكر على المرمى. كان عليه بالتأكيد أن يفكر في حلول أفضل في هذه اللقطة. كريستيان تيو يتحول الاستحواذ للمنافس. يوهان بيرك تدخل هنا واعتراض الطريق. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. ضمك يستغل الفراغات على طرف الملعب الآن. ممتاز التجاوز والتخلص. تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. الغامدي الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. كانت تبدو هجمة واحدة لكنها لم تحقق المراد. كرة بيتغير اتجاه بتتحول إلى رمي التماس. الخطورة واردة. يونغ تصدي خيالي من حارس خيالي. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. حارس المرمى يبعدها عن مرماه. فرص كثيرة والجماهير تشجع، وحتى هذه اللحظة يستمر الفريق في الضغط ويحاول أن يستغل هذه الكرات وهذه الفرص الخطيرة. ديالو محاولة هجومية في هذه الانطلاقة من جانب فريق ضمك. تدخل ناجح والكرة تتحول إلى رمية تماس. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. إذا تنتهي إحداث الشوط الأول مع صافرة النهاية. على الصعيد الفردي الأداء كان رائع ومردود قوي على أرضية الميدان في شوط المباراة الأول. شوط أول قوي جدا، تسجيل هدف، تقدم في النتيجة ومساهمة إيجابية ستعزز الثقة وتدفع نحو المزيد في الشوط الثاني. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة جدا. تدخل ممتاز الكرة وبالتالي تتحول الكرة إلى رمية تماس. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. يوهان بيرك تقدم مستحق في النتيجة. انشو
شوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ثم تدخل الكرة في الزاوية الضيقة، كرة كان من السهل التصدي لها. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حكم الراية مشاهدينا يرفع رايته يعلن عن وجود تسلل في هذه اللحظة. الآن إلى دكة الاحتياط بعد قرار التبديل في هذه اللحظات. يوهان بيرك، الحلول أمامه في الهجوم. كانت قريبة الكرة، مرت على العارضة، حلوة التسديدة، كانت لا تصد ولا ترد، لكن لم يحالف التوفيق، أبعدها عن المرمى بكل تأكيد. فرصة حقيقية للتسجيل. فلاتة. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. ضاعت الكرة من جانب فريق ضمك. توق الهجوم إلى من جانب فريق ضمك. لكن لا تكتمل هذه المحاولة وتنتهي الخطورة. المساحة مفتوحة أمامه وينطلق فيها على الجناح. طارق حامد، روعة في التسديد، تصدي على الطائر، ارتماء ناجحة هنا على الكرة تمنع الهدف. تلعب في عمق ال 18. ضغط عالي لا يترك مساحات. يوهان بيرك، تقدم وكسب مساحة الأمام مهمة من أجل بناء هذه الفرصة. نيكولاس تانسيو، الكرة بحوزة الضمك، البينية رائعة. بالمرمى لكن ضيعها. هذه الكرات تحسم المباريات، فرصة هدف مؤكد بتضيع في اللقطة. تلعب في داخل المنطقة، الكرة تبعد في هذه اللحظة. بدون عنوان وركلة مرمى. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. يأتي وقت التغيير في هذه اللحظات والخروج للدكة.
فاروق شافعي، طارق حامد، عبد الله، جورجيس، تمريرة لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. يتقدم بالكرة، تصدي غير عادي، قفاز مجنون، الله على الكرة. صافرة نهاية المباراة وفوز من نصيب أصحاب الأرض، فوز مهم تحقق وثلاث نقاط تضاف لرصيد الفريق. لا يهم إذا كان الفوز عريضاً أم لا، المهم بأن تحقق. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة وظهر فيها بشكل لافت وقدر يساعد فريق على تحقيق الفوز. أداء جيد اليوم وساهم في الفوز من خلال زيارة الشباك، لا شك بأن هناك رضا في ظل هذا المستوى والحضور الجيد في أرضية الملعب.